لا، أنا أردت من هذه المناسبة أولا حضورنا اليوم العائلة الفورية في هذه المناسبة التاريخية لعيد الشباب وعيد الاستقلال في جنب الشقيق. على مدى 3 أيام وقفنا على مشاريع تنموية، واليوم الجانب التاريخي والجانب الجانب الرسمي لهذه الاحتفالات، تكريم عائلة شهيد، تكريم أرملة شهيد، تكريم مجاهد، وكذلك يعني معلم تراثي تاريخي للتراث اللامادي لولايتي فيها ابن خلدون، مجد العتيق، والأمير عبد القادر. من هذا الباب غدا سوف كذلك نشرف على توزيع مفاتيح وقرارات سكن الريفي ما يفوق 1700 مستفيد، زيادة على تكملة العمليات فيما يخص العقود الملكية للتخصيصات الاجتماعية. أردت من هذا الباب أننا رسالة لشبابنا أنه الأمل ما زال أمل واعدة في مجال التشغيل، في مجال التكوين، في مجال التربية، ولعل حصاد هذه السنة سيكون في قطاع التربية حصاد وفير، ونأمل إن شاء الله أن نتائج البكالوريا ترقى إلى تطلعاتنا. التعليم المتوسط لحقنا نسبة 54%، نأمل إن شاء الله أنه بشهادة البكالوريا حسب المعطيات الأولية اللي عندنا تكون نسبة إن شاء الله ترقى، خاصة أننا كلية الطب سوف تفتح، وبالتالي هي يعني الناس اللي عندهم أكثر من 15 على 20 في العلوم ممكن يعني يروحوا الإقبال من هذا الباب.